يا هلا ومية هلا بكم احبتي مشاهدي شاشة الايام وحلقة جديدة من برنامج شو تحب. ضيفنا اليوم فنان رائع كل الشعب العراقي يحبه، اتقن جميع الادوار، ممثل بارع، يعني فنان ترى الزلدة راح تعرفونه، لكن بعد قليل بعد ما نرحب به وللاستمارة راح نقول لكم به. بس هو هسه حتى من يمشي بظهره عنده حضور راح تعرفوه من ظهره. تفضل استاذ. تفضل. الاسم الثلاثي واللقب محمد هاشم توفيق الدراجي. نعم. طبعا ضيفنا ونجمنا اكيد عرفتوه كلكم الفنان النجم محمد هاشم، نرحب بك اجمل ترحيب واحنا بقمه السعاده اليوم. شكرا رسلان، انت تعرف يعني يمكن شهادتي بيك مجروحه. في دول عمرك. انت يعني شاب طموح، حضورك حلو على مستوى البرامج، لك اسلوب خاص، ويمكن انت ممثل كوميدي رائع، قفشاتك تضحكني دائما. الله يحفظك. ما ممثل كوميدي ابدا. اخير قفشه عندك شنو؟ يا الله انا والله اخرها مال جلمو. انا سعيد بيك. اشكرك جدا وكلش احبك. تسلم. وانا هسه مو قلت لي ذكر لي قفشه، ما ذكر ولا واحده، هي بساعه انيات. بعدين انتم ديكوركم جدا يعني لطيف انا بفلوس ترى صراف. والله. على فكره هو الاعلام يراد له فلوس. صح. الفن يراد له فلوس. صح. يراد صرف زين حتى جمهور يتابعك، حتى لين الاعلام العين تريد. لا وايضا احكي لك شيء، معظم فضائياتنا للاسف لا يعني تمويلهم الاعلان، فانت اصرف، ابهر، قدم شيء مدهش، شيء جديد حتى يجيك المشاهد ويجيك المعلن. صح. نعم. احسنت. التولد يوم شهر سنه 1966. نعم. اها يعني مالي 66. اي بس مبين يعني مبين 86. اي هو جيت مشي. العمر رقم هذا حقيقه. لا العمر هو رقم. عمرك هذا بوفون جولتي مالي وينتس. ايه مال ايطاليا. نعم. هم 46 سنه وبعد العمر. العمر مجرد رقم يسأله يعني بمنجزك بحضورك بكذا. نعم. ان شاء الله تعيش 196 سنه بعد. لا مو هالقد، بس انا احكي لك انا احب الحياه، احب العمل، احب. انت طاقه ايجابيه. الحمد لله. هاي الصباحات وهاي اشياء اكثر. طبعا طبعا. يعني كل ما افتح الفيس اذا قاعد الصبح اول شيء يصير صورتك. بالستة الصبح اقعد. مسقط راسك بغداد مدينه الصدر. نعم. بيئه فنيه وثقافيه ورياضيه اضافت لك مدينه الصدر. مدينه الصدر بها سر عجيب غريب. ايه. عن جد يراد علم الاجتماع عن اي حد، لان كل المبدعين من عندها سواء بالفن بسبب الكثافه السكانيه لو هي البيئه. لا 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 ما لها علاقه على فكره، يعني موضوع الابداع يقول لك انه لا ناس اكو اغنياء ومبدعين واكو، بس ما اعرف هي بيها سر يعني غريب. يعني معظم المبدعين من مدينه الصدر. من مدينه الصدر. صح. نعم. وانت اضافت لي الكثير الحقيقه. انت نجم ومهم، ما زلت في مدينه الصدر ولا شلت؟ لا ما زلت في مدينه الصدر. حلو حلو. بها هاي الحميميه والتواصل. الحميميه والتواصل والحياه اعتقد هي اللي يعني هي اللي اعطتني هذه الطاقه والبساطه والناس والبساطه. طبعا. صح. طبعا احلى شيء الحياه ببساطتها. نعم. من اين ومتى بدات؟ لا زلت في البدايه. نعم. الله شلون هاي الاعمال. انا اعمل بروح الهوات ودائما عندي حلم ودائما اكو يعني حلمي وطموحي ما يتوقف. هاي روح الهواء درس. هذا درس طبعا. دائما يعني بس دائما افكر درس للي يشوفك. هسه مثلا واحد عنده عمل واحد يشوفه قلص راسه قلت له طالع التمرين. اي والله جد مو ايوه يشوف محمد هاشم. احلم احلم اقدم هواي. احب انا شخصيا احب العمل، اذا تعرف احب اشتغل 24 ساعه. صح. فمن اقدم مسلسل ثاني مثل عندي هذا المسلسل اللي دين عرض، اقول باكر ايش راح اقدم يا مسلسل يا، فدائما احس نفسي
بالبداية أحس نفسي بالخطوة الأولى، أحس نفسي حلو هذا، والجمهور الشيء هو اللي يعني يقيمك ويخليك في مكانه. حلو هذا الحب والعطش للنجاح. نعم. شخصية تأثرت فيها أمي وأبي. نعم. الله يحفظهم. نعم. يعني الله يرحمهم. الله يرحمهم. إيه طبعا الله أكيد يرحمهم. أكيد بس هم اللي أثروا بي يعني فنيا واجتماعيا وإنسانيا. نعم. أهم منجز بمسيرتك أولادي. مسيرة يعني بالحياة أولادي هم رسالتك. طبعا طبعا هم كل حياتي. الله يحفظهم يا رب. الله يخليك. فطوم وهاشم. وهاشم. الله يحفظهم يا رب. الله يخليك. يوم بحياتك لن تنساه وفات والدتي. الله يرحمك. الله يرحمها. ويحشرها مع محمد وآل محمد. استاذ محمد هاي الاستماره ايه تحدثنا عنها زين. عندنا هسه فقره شو تحب زين، اللي هي اسم البرنامج عليها شو تحب. احب العراق. قبل ما نسولف احب الاكل ايه. بس انت وايد خلي النظام غذائي وتراجع الفلوس. اوف الفلوس. الخضر ولا الحمر؟ احب الناس. احب الخضر ولا الحمر؟ كل شيء. ها على ابو الشايب مصيبه. نروح فاصل وبعدها مكملين. أكيد رجعنا لكم بعد الفاصل، ويجدد الترحيب بنجمنا وحبيبنا والطاقة الإيجابية محمد هاشم. تسلم رسلان، أشكرك يا جداً. عطر من عطورات الجنة يا حبيبي. هسه عندنا بهاي هاي الواحدية ايه؟ أظرف زين. تختار من عندهم ظرف. أوكي ايه؟ وبسؤال بأسئلة أنت اختار يا لون تريد. ها على الألوان ايه؟ الظرف وجواب بعد لون جواب لون. هسه شنو اختار اللون؟ لو اختار يا لون تريد من ذي الاظرف الثلاثه خلاص خليها يعني هو يلا هذا اول واحد. استفتاح خير. استفتاح خير يا الله. بس لا صعب. لا ابي مجموعه اسئله. مجموعه اسئله اوف ايه. السؤال الاول مثل العول. يلا مو شيله المونتاج خلوها. عام 1983 قررت تدخل معهد فنون جميله. من قررت ايش حبيت بهذا القرار؟ هو الحقيقة أحكي لك شيء. قبل 83 أنا مقرر ايه؟ وأنا بالابتدائية عرفت أنه الفن يدرس. يعني معقولة؟ قلت ها الفن. وبيني وبين نفسي قلت لازم أروح معهد فنون جميلة حتى تتسلح. اي لأن تعرف أنا من مرحلة الابتدائية وأنا بالمدرسة النشيد ورفعة العلم والتمثيل الكشافة والهاي كلهن أشارك على الرغم أنه أنا كنت بالمدرسة طفل خجول جداً جداً خجول. فمن عرفت ما أعرف منه كان يتكلم عن الموضوع فقلت معقولة يعني هو هذا شنو يدرسوه التمثيل. فبيني وبين نفسي وأنا طفل طبعاً قلت لازم أروح أدرس. فبالثالث كملت ثالث متوسط وكانت درجاتي يعني تسعينات وثمانية وتسعين. تخيل بالرياضيات 98 لا شنو جنت خوارزم خلي أخذ راحتك. بالفيزياء 100. فرحت معهد فنون جميلة. ستشات الأصلي جدا ايه. فرحت ايه قررت ورحت معهد فنون جميلة. بس راح أعطيك أول يوم ايه. رحت فقالوا لي انت منطق بالاختبار كان الله يذكره بالخير فخر العقيدي استاذ فخر العقيدي والله يرحمه خالد سعيد واستاذ اخر الحقيقه يعني ما جاي اتذكر. فقالوا انت بيتكم بعيد شيء؟ قلت لهم لا اقدر اجي واجي. المهم رحت طلع اسمي الدوام بثمانيه يعني بالخمسة باب المعهد. خمسة الصبح؟ أول يوم. أولي غير قافل على القضية. الحارس قال لي إيش جابك؟ شنو صار عندكم؟ قال لي شنو أنت مين إيش جابك؟ قلت أنا طالب باي أول يوم. فطلعت طلعت بثلاثة متر بالأربعة طلعت من البيت. كان أخذت وياك صفر طاس بالطريق. والله يا أحكي لك مواجرة يعني حقيقة لأن يعني قد شغف هذا الشغف. شغف وحب ولا وهم يخلوه قالوا شو يجيبك وما فأنا كل أقول أخاف أتأخر خاف أتأخر على الدوام أصلاً ما نمت أصلاً ما نمت وشلون أروح وكم باص أركب ويلي. والله بالخمسة باب المعهد بعد يوم المفروض يحطوك عميد السؤال الثاني عشت في مدينة شعبية نعم ومن فترة انتقلت إلى الكرادة أي شو تحب حياة المنطقة القديمة لو الحالية؟ لا هو انا يعني بالاول قلت لازلت بالمدينه وفعلا لازلت يعني روحي وفعلي وكذا وعائلتي وتروح وتجي واروح واجي
اعتقد نفس المنطقتين يعني الكراده ايضا منطقه محبه للحياه شعبيه طبعا طبعا وبيها ناس طيبين ونفس نفس توجههم للحياه والانسان والكذا فالحقيقه ما حسيت اي فرق معه ما حسيت نعم شو تحب من اهتمامك بابنك هاشم هل تريد بهذا الاهتمام ان تعوض حرمان طفولتك على فكره باوع انا انه عائله احنا فقيره جدا بس كنت طفل مدلل فما محروم من اي شيء جميل نهائيا واللي يشوفني يقول مترف لان كنت دبدوب اكثر من هيك لا لا بالعكس بس انا بشكل عام احب الاطفال فكيف من يكون يعني ابني واول طفل فاحب هاشم وبنتي فطومه يعني اعشي بالدنيا واعمل على وجوههم واتمنى يكونون حلو يعني هذا الاسم فاطمه طبعا يكونون الناس يعني صالحين بالمجتمع يقدمون شيء لبلدهم الناس وهاشم شلون هاي الاسماء تسميتهم لوالدتهم هاشم انا الحقيقه اختاريت تيمون بابوك اي بوالدي الله يرحمه وفطومه والدتها هي اللي اختارت الاسم حلو اسم جميل ومالين علي الدنيا انا بنتي هم فاطمه الله يحفظ لك طول عمرك الله يحفظك يا رب يحفظ اولادكم انت شخص جدا مسالم وهادئ وعصبي بنفس الوقت ودمعتك بعينك شو تحب اي شخصيه من كل هاي الشخصيات ها مال برج الجوزاء المواصفات لا انا برج الثور يعني ما امن بالابراج وما اعرف بس فعلا اني هادئ يعني اصير عصبي باللحظه واهدأ باللحظه ودمعتي بعيني في كل الاحياء بالفرح ابكي بالاعتذار ابكي بالمدري شنو ابكي بس الان يعني بعد العمر والتجربه العصبيه بدات تروح مني بدات يعني كل شيء يعني اي موضوع هي العصبيه طبع لو شنو لو سلوك اعتقد طبع وسلوك ده تعرف يعني قبل ممكن كنت انفعل وممكن كذا بس الان لا يعني ابسط الاشياء يعني انا اسهلها وهي فعلا تعرف حفاظا انت عن نفسك صح فاي موضوع ما يسوى يعني والله صحيح اي فكل الاشياء اتجاوزها صحيح احيانا تتذكر الشعائر الحسينيه التي كانت تقام في منطقتك القديمه شو تحب من هاي الشعائر تحديدا كلها احبها وعلى فكره هي يمكن باللاوعي اثرت بينا تعرف منطقه شعبيه وكان تصير كل الاشياء والطبخ والتوزيع ونشوف التشابيه كلها ما مثلت في يوم باعتبارك كممثل دور مثلا او هيك لا بس كلها احضرها يعني احضرها واعيش اللحظه ويعني انا هسه ذا اشوف الكاركتر مالتك اعطيك دور خولي ضد معسكر الحسين سلام الله عليه شبعك طابق وعلي لا على العموم يعني المدينه اثرت بسلوكي بتكويني بكلها صح نعم مدينتنا هي صدر مدينه يعني طبعا مدينه عظيمه صح والله صحيح هاي الحميميه اللي بيها وهاي الفلافل والاجواء طبعا والعوائل والعوائل يعني انه انت تفوت بيت جيرانك ما تدق الباب تفوت تتغدى هنا وتتعشى هنا وبالحزن الكل مع يعني مع بعض بالفرح ولا زالت على فكره مو يقولون حتى المنبوذ بها فرضيا شخص يطير طيور او هيك نعم نعم اي شيء يصير شوف هذا اللي يطير طيور اول واحد يركض قدامك صحيح صحيح الله صحيح فمدينه الصدر وكل مدن العراقيه تحيه أكيد كبيره لها اكيد انت قررت لم ولن تهاجر رغم الظروف السابقه التي مرت بالبلد شو تحب من البقاء بالعراق نقطة ضعف العراق أو شو جزء أبكي وأنا دائما أقول ما أريد والله العظيم يعني حقيقة ما أريد إنه يعني هواي أبكي بالبرامج وبالكذا بس فعلا صارت لي هواي فرص ما قدرت يعني ما في كل الظروف أنا بقيت زين الفترة اللي صار بيها يعني ماكو كسل فني وهيك ببغداد سوريا صار بيها الحركة الفنية هنا بقيت ما سافرت سوريا لا 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 بقيت هنا شو اشتغلت سويت شلون عشت مو مهم الشغل المهم أنت يعني قريب من أهلك ولا من بلدك فعلا انا احكي لك يعني ما اقدر شهر اكون خارج ال ما تقدر اي يعني سافرت وارجع واروح وارجع فتره اللي راح ومو غلط يروحون يشتغلون فنانين لا مو غلط ابدا ابدا على فكره بس انا من النوع اللي بقيت هنا نعم بدايه مشوارك عانيت الكثير وحوربت وانت الان نجم شو تحب تقول لمن ظلمك في ذاك الزمن والله احكي لك ولا اقول شيء انا من الاشخاص اللي ما يعني مو متظلم او احس نفسي مظلوم لا يعني كل هذه الاشياء اخلي حافز لي انه شو اقدم اي انا عانيت الكثير ويمكن الموضوع ما اجاني بسهوله وعدى مدى 12 سنه انا بالوسط الفني
فرصة واحدة ما محصل، مشهد واحد بس، كان عندي إصرار على النجاح، مؤمن بنفسي. وهاي أي يعني إنه نصيحتي لأي شخص يعني سواء بالإعلام، لا تستعجل يعني الشهرة والنجاح، طالما أنت مؤمن بنفسك فتأتي يجي وقتها. أي فأنا فعلا. طيب هذا النجاح تحسه جاء متأخر؟ أي بعض الشيء متأخر بعض الشيء، بس يعني يعني أن تصل خير من أن لا تصل. مو طيب أستاذ محمد، دائما نسمع كفة كلام أنه الممثل حينما يقل بريقه أو خلينا نقول هنحكيها بالعامية يطمس يخلص يتجه إلى تقديم البرامج. هذا الشيء شنو؟ لا إذا أنا على البرامج أحكي لك شيء، لازلت أقول أنا البرنامج هواية لي، وأيضا بطريق الصدفة البحثة قدمت البرنامج، وما كنت أعتقد أنه أنا ممكن أكون مقدم برامج، بس دائما وقدمت برامج يعني برامج كثيرة يعني ونجحت. يعني يمكن تجاوز 50 برنامج أو أكثر، ومعنية بالإنسانيات والشباب والاجتماعيات والكذا، بس دائما أقول أنا ممثل. ده تعرف انت لو عندك قدره ممثل وتمارس التقديم فمو غلط زين، بس مو انت مثلا ربع ممثل وتروح، او خلي تجربتك بالتمثيل تكتمل يلا تروح. شو تقول انت؟ لا يعني بال انت بال اسمع انت فظيع. لا لا يعني بالمعنى العام، لا لا هسه الشخص المعبر، لا هسه الجمهور شو يقول؟ هسه يقول محمد هاشم يقول والله انت اروع اروع مقدم، وانا تعرف انا يعني اتابعك يعني احنا بعيدا عن الكاميرا وكذا. صحيح صحيح. ودي اقول لك انا اشوف فيك ممثل كوميدي في دول عمرك شهاده. اشتغل ممثل كوميدي. لا مو انت تقول انت، لا مو انت، هو انت ادري انت تقصد غير شيء، بس هي لا لا اعرف اني عم اقول اني هواية يعني التقديم هواية. أعرف أعرف. والدليل أنا تعرف يعني أنت ما طمست. صح لسنتين أنا متوقف عن البرامج. أي صح. الآن عندي برنامج ده يعني فكرت فيه، بس شلون كثفت جهودي بموضوع يعني التمثيل. عم يجيب لنا ماي شحط. أستاذ محمد، مشاريع فنية كثيرة في بالك، لو أتيحت لك الفرصة شو تحب تنفذ أول مشروع؟ والله يعني في بالي اشتغل سينما. جميل. انا قصرت بهالموضوع، والحقيقه جتني اكثر من فرصه يعني ما اعرف. انت تشتغل ليش. بعينك هواي يعني سينما يعني الاحساس هو بس الاحساس مهم. تجربتي يتيمه بالسينما. يعني اجتني اكثر من فرصه، ما اعرف كسلي كان بهالموضوع او ما حبيت الكذا الظرف. يعني الايام الجايه ان شاء الله يعني نحاول نشوف نشتغل في التجربه تكون مميزه يا رب. البعض يقول محمد هاشم لا يقف كثيرا عند نقطة الإجور على عكس بعض الفنانين، شو تحب تصف هاي الحالة؟ هل هو قناعة أم تقبل لكسب المعيشة؟ يعني مثل ما يقولون يسحق. منو اللي يقول؟ اعطيني البعض. البعض يقول اي يعني مؤسسات، لا لا مثلا أفراد. انا هسه بنقعد لك مقهى ويحكون راح اسوي لك اياهم انه حتى اصير منافق غير تريد. لا مو منافق. مو راح اقول لك شيء، راح اقول لك شيء. اجور الممثل معروفه. ايه معروفه. انا ما اتبجح، بس انا اخذ اعلى اجر ممكن ان ياخذه اي ممثل نجم. انا اخذه. انا هذا الشيء اعرفه بالمناسبه. انا بس انا بدك توضح للجمهور. انا ما اتبجح بهذا المواضيع، اما على مستوى التمثيل فانا يا سيدي العزيز في كل الاجيال القديمه. إيه. والشباب وجيلي أقل ممثل مشتغل. أنا أشتغل بالسنة مسلسل واحد أو كل سنتين مسلسل واحد، والدليل اليوتيوب موجود والتاريخ موجود والسنين موجودة. صح. راح تشوف الفلان الفلاني مشتغل 6 أعمال و7، محمد هاشم مشهد مسلسل واحد. لكن شو أسوي، أنا رجل مبدع وأعمالي الناس يحبوها فيحسون. لا شوية بغرور. ايه. يحسون انه انا مشتغل اكثر من عمل. ايه. فانا التاريخ يقول يعني كل الاشياء تقول انا اقل ممثل اعمل، بس اعمالي تكون بس مؤثرة. برامج بيشتغل 50 برنامج. اما اللي يريد يحكي خليه بيشتغل 50 برنامج. ايه طبعا طبعا. ايه. البرامج احنا المقدمين نروح لهن بعد. لا اكثر من 50. لا لا ما لا ان شاء الله يا رب تداش شاقة. عمري والله انت مبدع. بس خليني اقول لك شيء. ايه. حقيقة هاي. عمري ما قلت انا مقدم. صح. ولا عمري قلت انا اعلامي. أنا ممثل فقط، وأفخر أن أكون ممثل. صح. وأسعى وأكيف. واحد يقول أنت مبدع، أي طبعاً أنا أشتغل حتى واحد يقول أنت ممثل جيد، وأني مخلص لشغلي وأحب شغلي وأبحث في شغلي. صح. وأستحق أجر عالي.
تستحق. وايضا راح اقول لك على على موضوع الاجور، السيد النقيب جبار جودي بهالموسم هذا قبل ما يصير انا اتصلت به هذا اخو كله كلام يعني راح يطلع للاعلام، قلت له يا سيد جبار جودي يا اخي العزيز حددوا اجور الممثل على الاقل البطل، قولوا هل قد ياخذ مبلغ شي تسعى انه يكون مبلغ عالي. فاني استاذ لا انقنق ودقق بالاجور واخذ اجور عاليه وكذا، واللي يقول هيك هم مساكين يعني. هي نقطه ايجابيه انه المنتجين المنتجين يقولون محمد هاشم مو صعب. لا راح اقول لك نقطه ايجابيه هاي ترى سهل بالتعامل، سهل بالتعامل بس اجوري اخذها زين. انا احكي لك شيء، انا مثلا بس مثلا خل اقول لك شيء مثلا في مسلسل اعماق الازقه الجزء الاول 30 حلقه المسلسل، انا مثلت مشهدين انا قلت لهم امثل شخصيه ناظم قزار بدون مقابل، قلت لهم انا ما اريد مقابل مشهدين مشهد اي بس مشهدين تركين انطباع طبعا وشخصيه هي مثيره للجدل شلون قلت لهم انا امثل قلت لهم انا امثل لان انا اعرف شنو قيمه الشخصيه. مثلا في مسلسل ثلاثيه سبايكر انا احب ادعم اصدقائي يعني مثل اطلع بمشهد ويا رسلان تحيه الى اسوي له كذا يعني احب هذا الموضوع. فانا اتصلت باحمد منادي وبكر قلت لهم اريد اشتغل مشهد فقط اللي بسبايكر واللي سوى ضجه المشهد صح. ايضا بدون مقابل حلو، بس من تيجي تقول لي مسلسل وتناقشني على اكو نجوم ما عندهم هاي مالي خابر يخابر الانا تشتغل عده انت حلو هاي يعني ما عندك هاي القيود تحب لا لا يعني بهيك مواقف ممكن يعني ممكن يعني اقول انا اريد احييك انت اشتغل وياك مشهد انا خابرك اقول لك بس كمسلسل ودور وكذا لا لا صح. لا لا وهذا التوضيح جدا مهم حبيت تحكي به يعني المهم حتى اذا ما اوضح يعني تعرف انت اقاويل الوسط الاعلامي والفني والثقافي والكذا انا رجل عندي هدف ودا اشتغل به عاشت ايدك وما انظر الى الوراء عاشت ايدك ابو هاشم. هاي الفقره خلصت واستمتعنا بها شويه ما بها مشاكسه قويه نهائيا في دول عمرك اكيد. وصلنا الى ختام هاي الفقره، هسه وصلنا الى فقره شنو رايك لكن بعد الفاصل. هسه مثل ما قلنا لكم وصلنا الى فقره شنو رايك. استاذ محمد راح نعرض لك صور وتنطى رايك بيها زي. فنبدا باول صوره اللي انا متاكد العالم العراقي لان كل حلقه يخلونا اياه. تحياتنا للعراق. هاك شوف طبعا يعني انا قلت لك مشاعري بالعراق وبلدي ونقطه ضعفي فالعلم يعني اكيد اتمنى دائما يعني دائما رافعي ودائما كذا ويبقى يعني الله اكبر علمنا هذا الحب طبعا طبعا إيه؟ طبعا الامان يعني اسمنا وكياننا وكذا نعم صح. تحيه الى فارس طعم التميمي المخرج شو تقول له؟ يعني ما الحقيقه مخرج بس لا تعليق عندي اها إيه. تمام. الإمام السيستاني صمام الأمان للبلد، الشخصية الدينية المهمة العظيمة الكبيرة طبعا. تمام. طاغية والله يعني ما أعرف يعني بس نهاية كل طاغية كل دكتاتور كل كذا وأن يكون عبرة ودرس للناس اللي يحاولون ما يخدمون شعبهم ما يخدمون الناس وما جميل نعم. القبر تعرف أنا الحقيقة الوحيدة هي اللي بالعالم هي الموت أوف. إيه حقيقة كنا نموت صحيح. ويمكن كنت قبل بس الآن تدري كثير أفكر بموضوع الموت شلون؟ يعني ما اعرف سبب انه جاي يشوف الموت محاكاه صاير لا مو موضوع محاكاه قلت لك هي الحقيقه في اي يعني باي لحظه واستغرب على الناس انه انا ما مصدق لا ليش ما تصدق فلان مات لا كنا نموت يعني تخاف من الموت لو ما تخاف ها تخاف من الموت لو ما تخاف ما اخاف من الموت بس يعني انه تاثر على الاخرين على المحبين على العائله هذا اللي هي صح صح انا ما اخاف من الموت لا ليش اخاف من الموت لا هذاك واحد يقول انا ما اخاف من الموت الموت يخاف مني طقطقه من ربع شرد شرده الاحتلال كلمة الاحتلال وهذا طبعا كنا ضد الاحتلال وكلمة مزعجة وأكيد اللي صار ببلدنا يعني يعني تعرف
يعني أتألم من أشوف كنت دبابة أمريكية أو جندي أمريكي أو نعم. تمام، خصت هاي الفقرة مال شي تحب وأجوبتك رائعة ورأيك محترم ومقدر. تسلم. إحنا ما نفرض على الضيف ونظل براحت. أي أكيد أكيد, أكيد. هسه عندنا مسج، إذا عندك مسج بتليفونك بيدك الطيبة الكريمة تكتب مسج شخص تحبه أو شخص زعلان عليك، أو تكتب مرتك مثلا جيب لكم صمون كيفك. أولا شوف أنا لو شخص زعلان إذا هو يعني إذا هو غلطان بحقي يهمني أنا أعتذر من عنده، ما عندي مشكلة نهائيا، ما عندي أي مشكلة إنه أعتذر من شخص إذا تعرف شلون. والآن يعني ما أعرف إنه عندي خلاف ويا أحد أو ما عندي خلاف، فأكيد اللي كل اللي إذا عندي خلاف فأنا أعتذر منهم. جميل، لغة الاعتذار لغة العظماء. مسج لهم هاشم يعني شرحت تكتب لها، أكتب لها أنت حبيبتي وأنت سندي وأحبك جدا ودير بالك على الجهال. لا هي دايرة بالها على الجهال وعلي وكذا. حلو. إيه فأكتب أكتب ما هاي وصل. أنا بشكل يومي أبعث لها مسج وتبعث لي مسج، هذا أحد أسرار إنه مخليني أنا إنه أحب العمل وأطلع وكذا. نعم صحيح. الله يحفظ، إن شاء الله يحفظهم لك. الله يخليك ويحفظك، فنان نجم نفتخر به. حبيبي حبيبي. فقرة شنو رأيك خلصت، وصلنا للفقرة الأخيرة اللي هي أسئلة انجح واربح. أوكي أوكي، هم بعد الفاصل. على فكرة أنا أحب النجاح. إن شاء الله خير. فاصل ونواصل. أوكي. رجعنا لكم وهسه البارت الأخير انجح واربح. أبو هاشم عفوي ومقدم 50 برنامج وأعمال كثيرة. شو اللي زمت عليه 50؟ والله إن شاء الله يصير 250. انعدهن. لا لا الله يشهد. مو يلا يلا عبالي. مو مغالات ولا جاي إنه أنت 51 هذا البرنامج إن شاء الله يا رب حق الحسين تقدم 1000. زين أنا عندي فكرة. ليش ما نقدم أنا وياك في البرنامج؟ فخر إلي. لا صدق والله. والله العظيم. والله نقدم شيء لطيف العلاقة بالشباب وبالاجتماع وبالكلام. أنا حاضر. يلا خلاص. والله هاي. شو وقت تقول أنا حاضر؟ وإذا أنا صار فرصة قل لك. أنا هم حاضر. والمعد موجود فاضل. فاضل عباس. طبعا معد يعني كبير ومهم وبرامجة حلوة. ها هي توكل على الله. بس أنا مال 50 برنامج أنا أفرح القمة تسع الجميع. أكيد أكيد طبعا. غرحتي لك. أول سؤال. أي. الفقرة تنجح وربح. كل سؤال أسئلك يا وجاوب أعطيك حرف من اسم شخصية رمز عراقي بعدين تجمعهن ويطلع عندك. وبنهاية البرنامج إذا اتخذت أعلى درجة زين نحتفي بيك ونجبز الأمور. أوكي ما أحب الاحتفاءات أني. ما أحب الدروع. ما أحب هاي المناسبات كلها من المكتبة كلها 15 في الدرع. أحب واحد يقول أنت ممثل جيد من الناس يسوى 100 جائزة و100 درع. صح صح. هذاك واحد جائز نوبل ما راح قال لهم اقطع نوم تعالوا جائزة نوبل، خلي يجيبون النجوم اللي عندنا يتكاثرون على جائزة من ربع. تحياتنا لهم. من الشاعر الذي كتب للإمام الحسين قدمت وعفوك عن مقدمي؟ الكبير عبد الرزاق عبد الواحد طبعا. جميل جميل. الله قصيدة عظيمة. وعبد الرزاق شاعر كبير ومهم. ايه. نعم عنده عن الموت أنا أسمعها حلوة. هذا حاء. أوكي أرتب الاسم بعدين؟ بعدين هذا حسب التسلسل ولا إيش الاسم؟ حسب التسلسل يعني الحرف الأول. هذا الحرف الأول؟ أوكي. حافظ قصيدة إيش قلت؟ عندي قصيدة عن الموت. الموت يعني حقيقة ما أنا استثمرتها بالمسلسل مالتي. شلون؟ مشهد صار ارتجالي الحقيقة. إنه يا موت من تجينا وتريد تأخذ روحي على كيفك، وإذا شوف وإذا شوف الكتاب بإيدي رجع للمكتبة على كيف، ولا تخلي أهلي وأولادي. أوه وظفته صح. وظفته بمكانه. إيه. هو يتفاهم عن الموت. من هو مخرج مسرحية أطراف المدينة التي عرضت قبل 5 سنين؟ أطراف المدينة أو لمدة 5 سنين؟ لمدة 5 سنوات. المخرج الكبير صديقي المقرب. بعد عرفت خط. أستاذ محسن العلي صديقي وأخوي ومتواصل وياه بشكل يومي. مخرج عبقري وباشا باشا مال فن طبعا. أحبه جدا الأستاذ محسن. شلون مدارك بالأسئلة أنا خوب؟ طبعا كلها سهلة هذه الأسئلة. السؤال الثالث. نعم هذا شوية صعب. يلا. ما اسم الطائر الذي يأكل النحل وغنت له فيروز؟
دخلك يا طير الوروار. ها اجل هاي كيف صباح انت تحب الصبح؟ لا صحيح لو لا الوروار صحيح اي اقام قناتكم ممنوع. لا لا عاد عاد صحيح هو صحيح اي هاي كيف تقعد الصبح تسمع فيروز؟ اوكي السؤال الرابع. نعم. عدد ثلاثة من أولاد سيدة مكة وابن سيدها عم رسول الله اللي هو عمه أبو طالب. زين. الإمام علي. إيه. إيه بس فقط أعرف. يعني أعرف بس يمكن الآن ما يحضر. أوكي تمام. نعم. حتى بسبب السرعة أنت إذا تركز حافظ. ما هو الديسم؟ الديسم. إيه. يعني معنى المفردة ابن ابنه مثل هسه الهجرس ابن الثعلب. اي والله اعرف الجرو ابن الكلب سامعها بس وين ايه ما اعرف الديسم شنو. الهجرس ابن من؟ اي ابن الثعلب. ابن الثعلب اي والجرو ابن من؟ ابن الكلب. الديسم ابن من؟ الديسم ابن من؟ ابن من قول لي انت. انا اقول لك اي شايف واحد سمين شي يقول له ها ديسم؟ لا يقول يقولوا له ابن الدب. ابن الدب اه من اين يستخرج الاسفنج؟ الاسفنج؟ ايه والله ما ادري مين. جميل جدا. ايه ما اسم فرس الامام الحسين عليه السلام؟ الميمون. الميمون ايه نعم. قصيدة للشاعر الحسيني الخالد كاظم منظور الكربلائي قال لي الميمون واللي أداها أيضا الصوت الخالد حمزة زغير رحمة الله على روحه وخدمة الحسين. الجواب الميمون. هسه راح أعطيك بعد حرف. طبعا أخذ 60 من 100. ليش 60؟ 60 هاي خوانيات هاي. هاي شنو الاسم هسه؟ بعد عندي سؤال لك. يلا أوكي. ها؟ صار سؤال واحد ما جاوبت. لا لا. كم سؤال ما جاوبت؟ سؤالين. لعد ودي يسم. يلا اعطيني السؤال الاخير. شو تريد اسالك؟ كيفك؟ شكسبير من يا عمام. كاتب انجليزي. كاتب انجليزي. نعم. جميل. اعتقد 551 ولاده. حلو. الحرب العالميه الاولى. الاولى بيا سنه؟ اي الاولى ما اعرف ال 14 اتفاقيه ساكس بيكو بيا سنه؟ 16 16 نعم. الأولى 14 الثانية يمكن شنو هذا بعد 39 ثانية ب 39 حرب العالمية الثانية. هذا اسمي ايش هذا؟ أرتب اللي هو هيك حسب التسلسل. شخصية قديمة قبل الإسلام. حمورابي. صح. مو صحيح؟ صحيح. صحيح. طبعا الفنان محمد هاشم. الراء والألف وين؟ عندي ما جاوبت عليهم. شو ما جاوبت؟ غير عندك الديسم ولا الاسم كان بس انا عرفت الاسم هذا هم سؤال يعتبر طبعا مو؟ ايه محمد هاشم 70 من 100 زين زين يعني لا بس يقبلوك قانون ها؟ لا لا انا على قولتك سجاد شنو الاصلي اخذ 90 و98 ايه بس هي معلومات مو بالضروره تكون تعرفها 100% طبعا طبعا احيانا انت يعني تعرف بس يمر عليك السؤال إيه؟ لا والوقت هم شي فوقه. نعم فوقه اكيد اكيد. وهاي كاميرات تقول بي كيسيات وساحبين عليه. الاسفنج أي. حيوان بحري اي يعني من عنده يستورد الاسفنج معقوله أي؟ والله ما اعرف هاي المعلومه حقيقه ما اعرفها أي. ليش لا عاد يمتص هو المي الاسفنج؟ نعم شوف بس راح اروح ابحث عنها حتى فاضل عباس وقت عرفت الطب. احنا اريد المشاهد يستفاد من هاي المعلومات لا واحنا نستفاد ايضا مو غلط واحد ما يعرف الاشياء يروح يبحث احنا كل احنا نستفاد واليوم استفادين احنا بشوفتك ومعلوماتك وفنك وهاي الحميميه وهذا برنامجك وان شاء الله مثل ما قلت انت نشتغل برنامج انا وياك انا لي الشرف اشتغل وياك لان انت فنان كبير احنا خلص انتهى خلص شنو رايك بالبرنامج؟ والله فعلا البرنامج حميمي واني كانه قاعد انا وياك مثل ما نقعد خارج صح التصوير صح وتكلمنا براحتنا في دول عمر. الديكور جدا جدا عجبني الفكره قدامك حلوة ابو هاشم سوي لي سفري مختلفه واني الحقيقه مع هكذا برامج بعيدا عن الاشياء الشخصيه انت عندك خلاف ويا من وانت هيك
فلان قال شيء وانت قلت يعني ضد هذه ضد البرامج اللي يسوي خلافات. احنا اي شيء خصوصيه او تسوي خلافات اني ما احبها. انا حتى الصور ما ادري المعد خالها، حتى الصور ما لي علاقه بيها. تدري ليش؟ لانه نعم. حتى الفنان ما احضر له، راح اقول له نعم ما في سبيل نعم. يعني حتى الصور انا ما لي علاقه نعم بيها نعم. المعد يخليها نعم. نوجه تحيه للمخرج اكيد فاضل عباس للكل كاتب عنده 500 عمل كاتب بالفيسبوك مالته بالبايو عندي 500 عمل زي شو تريد هسه مثلا يعني شو تريد يعني. هو على فكره دائما دائما اللي خلف الكواليس الفنيين مظلومين صح، اللي هم جهدهم اكبر من الناس اللي طبعا أكبر اللي هم يطلعون الضيف لكن يخافون والممثل يخافون قدام الكاميرا. فاتمنى انت سوف حلقه لهم والله فكره حلوه حلقه طبعا فكره حلوه هاي حقهم علينا. ويا ريت لو كل برنامج وكل كذا يعني خلي نروج للناس الفنيين اللي يتعبون حتى احنا نطلع بصوره جميله. انا مثل ليش ما هسه نوجه تحيه لسعد رحيم المخرج وكل الاوفياء اللي خلف الكواليس المصورين وكل الاخوه على الراس واحبهم بحجم ابداعهم وطيبتهم. فاضل عباس بس تقول لي راسا اقول لك هذا البسقاط ولازم نروح نشتري قاط وهاي شنو يجون بزل لازم اشتري قاط للبار. انا ما احكي لكم عشيته. انت ملك البدلات في دول عمرك بقى. انا عشيته بالمناسبه العراق كله درى. طبعا تحيه لاخونا وحبيبنا الكاتب المهم فاضل عباس وشكرا لك استاذ محمد. شكرا لك. انا كلش فرحت بشوفتك وانا هذا اول ظهور لي على قناه الايام ان شاء الله ما يكون اخر ظهور ان شاء الله. حبيب الروح حبيب الروح والشكر موصول لكم محبه المشاهدين. نلتقيكم في حلقه اخرى حتى ذلك الحين في امان الله.